صانها عن كل طمع احتيالي قدها ورسابة. شكرا لحمدان اليحافي، شكرا سالم الحبسي. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. تحية صباحية من عاصمة الميادين ميدان الوثبة، وضمن هذا المهرجان الكبير ختامي الوثبة 2024، وفي هذا اليوم المبارك الجمعة 19 من إبريل، في هذا الصباح الخاص بهجن أبناء القبائل وسن الجذاع من مسافة 6 كيلومترات، تابعنا شوطين رئيسيين خاصات بالإبكار المحليات والمهجنات، متعة وإثارة، شعارات كبيرة حاضرة في هذا الصباح المميز. 6 كيلومترات مسافة أشواط الإجذاع مع هذا الصباح المميز وإشراقة شمس هذا اليوم المبارك، ننطلق مع هذه الأسماء في ثالث أشواط هذا الصباح، شوطا خاصا بالقعدان المحليات الأصايل هجن الدار التي انطلقت واندفعت بمجموعة كبيرة من الشعارات من هجن أبناء القبائل من دول مجلس التعاون الخليجي، أبناء الخليج المشاركين في هذا الحدث المهم، حدث كبير في عاصمة الميادين. ننطلق مع هذا الشوط المليء بالأسماء، المليء بالشعارات العملاقة المشاركة بداية هذا الشوط ومقدمة هذا الشوط، شعار بوضحة وهذا الباشق يا بسام على المركز الأول على صدارة ومقدمة الشوط، قادما بشعار راشد بن سعيد بوضحة المري وهذا الباشق على المركز الأول ينطلق في مقدمة وصدارة هذا الشوط، يليه بالمركز الثاني، المركز الثاني في هذه اللحظات ينطلق بالمركز الثاني مكرم لهلال بن عيضة بن هلال المزروعي، على المركز الثاني المركز الثالث المرفا بالشعار الاقتصادي الكبير، هنا سعادة بفرج بن علي بن حمود الظاهري، هذا الشعار الكبير الذي يحمل الكثير من الإنجازات، هذا الشعار التاريخي الذي يشارك دائما في كل ميدان صاحب الإنجازات والتاريخ المشرف، هذا الشعار العملاق شعار بن حمودة على المركز الثالث إلى المركز الثاني المركز الرابع، المركز الرابع هناك شاهين خليفة بن محمد بن سيف العليلي على المركز الرابع، المركز الخامس ينطلق اسم جديد في هذه اللحظات وهذا الشعار شعار الذياب، شعار اليبهوني فارس بن سهيل اليبهوني الظاهري على ظهر هنا على المركز، على المركز الخامس، على المركز الخامس شعار اليبهوني معاند على المركز الخامس، المركز السادس في هذه اللحظات، في هذه اللحظة ينطلق من الجانب الآخر هملول لسيف بن سلطان بن علي الصلف على المركز السادس، المركز السابع، المركز السابع في هذا الانطلاق الفارس عبد الله بن معيوف بن محمد العامري، المركز الثامن رقم 55، أعداد هائلة في عاصمة الميادين، هنا من حاش سالم بن سهيل بن صالح العامري، وتاسعا من الجانب الآخر اسم جديد شعار بن دري على المركز، على المركز التاسع وهذا الشجاع لذياب بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، والمركز العاشر، المركز العاشر، المركز العاشر مياس لعتيق بن سالم بن عبيد
بالعرطي على المركز العاشر. هذه النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام أعلنتها لحضراتكم كاملة مكملة مع هذه الأسماء. أعود إلى الشعار الاقتصادي الكبير سعادة فرج بن علي بن حمود الظاهري على المركز الأول. هذا الشعار الغني عن التعريف بالأسماء العملاقة والأسماء الكبيرة يشارك يحرص دائما على المشاركة دائما في الأشواط الرئيسية وينطلق في هذه اللحظة ومع هذه الأسماء العملاقة. هذا الشعار الشعار الاقتصادي ينطلق مع المركز الأول باحثا عن تحقيق الناموس مع المرفا أحد المناطق الجميلة. يشارك هنا مع سعادة فرج بن علي بن حمود الظاهري على المركز الأول. بدأنا ننعطف نتجه هنا في هذه اللحظات إلى خط الناموس إلى خط الناموس. يا سلام على المركز الأول بن حمودة على المركز الأول على صدارة ومقدمة الشوط بمتابعة الحاسم حمد بن حمدون لهيبي أحد العمالقة في مجال التضمير. شارك ورافق العديد من الأسماء العملاقة مع هذا الشعار الكبير. المركز الثاني الباشق على المركز الثاني راشد بن سعيد بوضح المري على المركز الثاني وترشيح على الباشق. هنا في هذه اللحظة ينطلق يلا يا راعي الباشق روح إلى خط النهاية روح إلى الناموس إلى الناموس. المركز الثالث المركز الثالث هنا على ثالث المراكز ينطلق مكرم هلال بن عيضة بن هلال المزروع روعي على المركز الثالث. المركز الرابع المركز الرابع هملول سيف بن سلطان بن علي الصلا في المركز الخامس. المركز الخامس على المركز الخامس هنا أول إعلان لمنحاش سالم بن سهيل بن صالح العامري. خلاص بدأنا نتجه إلى الطريق المستقيم. 1200 1200 1200 المرفا والباشك المرفا والباشك. الناموس عند من؟ عند من؟ بداية هذا الشوط تقدم الباشك ولكن المرفا بالشعار الاقتصادي روح يا ابن حمودة روح. الناموس غالي في هذا المهرجان نقطة رئيسية في هذا المهرجان الكبير. انطلق مع المرفا مع المرفا ولكن المركز الثاني المركز الثاني الباشق على المركز الثاني. الباشق بوضحه المركز الثالث الصداوي راشد بن علي بن راشد الغيثاني المري في هذا النداء الأول ولكن المرفا المرفا بن حمودة يساير بن حمودة. تابعوا وراقبوا هذا العملاق هذا الاسم الكبير. الناموس غالي يا راعي المرفا يا راعي المرفا. الشعار الاقتصادي الكبير روح إلى الناموس. الناموس غالي 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 غالي. خلاص اطمئن يا راعي المرفا يا ابن حمودة. الناموس مع المرفا إلى الشعار الاقتصادي الكبير إلى الشعار الخطير. هنا سعادة فرج بن علي بن حمودة الظاهري وإلى الحاسم القادم 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 معاند على المركز الثاني فارس بن سهيل اليبهوني الظاهري ولكن سعادة فرج بن علي بن حمود الظاهري. ناموس المرفا ناموس المرفا المرفا فاز بالشوط الرئيسي الخاص بالمحليات. تهانينا تهانينا لراعي المرفا سعادة فرج بن علي بن حمود الظاهري. تهانينا والناموس المركز الثاني معارض لفارس بن سهيل اليبهوني الظاهري المركز الثالث. المركز الثالث الشبابي سعيد بن مبارك المنصوري المركز الرابع.
المركز الثالث رقم 42 رسام لمانع بن علي بن حماد الشامسي. المركز الرابع المختبر بالمركز الرابع سعيد بن سيف بن ساري الكتبي. المركز الخامس الصداوي للسيد راشد بن علي بن راشد الغيثاني المري. متابعينا مشاهدينا الكرام، التوقيت الزمني لحظة وصول المرفا 9 دقائق و5 ثواني، 6 أجزاء من الثانية. التهنية نزفها على الهواء مباشرة لراعي المرفا السيد سعادة فري بن علي بن حمود الظاهري. تهانينا والناموس بو خليفة على هذا الفوز. تهنئة للحاسم الذي تابع هذا الاسم.